لا تزال العائلات بولاية بشار تحافظ على تقاليدها في التحضير ليوم عيد الفطر المبارك، وهو ما وقفت عليه الشروق نيوز خلال نزولها ضيفاً على عائلة السيدة هريسي فريدة المعروفة بالمنطقة بمواهب فن الطبخ التقليدي والعصري. والسكين كملوا دائما هاد الكاطو، كاع نديروا الكاطو بصح ثاني دائما يكون مرافق بالمسمن، المسمن ثاني ما يخطاش طاب الانسان، يكون هاد الكاطو ديره اي نوع دير ليه تقدر عليه ديره. لكل منطقة عاداتها وتقاليدها المصاحبة لأجواء التحضير للعيد، والعائلة البشارية لها ما يميزها خاصة فيما يخص تحضير الأطباق في هذه المناسبة. عندنا الحاجة الضرورية نهار العيد هو الطعام، الطعام عندنا الطبق المفضل ندير الطعام، نوجدوا له تاويل ساعة، الدهن ساعة الحور، ونوجدوا له اللحم ساعة، نوجدوا الخضرة ساعة. رغم دخول العديد من الحلويات العصرية إلا أن العائلات البشارية لا زالت تحافظ على تحضير الحلويات التقليدية. نديرو كل واحد واش يبغي على حساب المقدرة لساعة. مع أنواع كاطو كثيرة، كاطو كثيرة اللي راه دخلت علينا دركا، دخلت علينا جديدة ويبغوها ولادنا، كعرف راهم 70 سنة الوقت و70 تطور، بصح ما ننساوش التقليدين ساعة. مهما كانت التحضيرات والأطباق المخصصة ليوم العيد، إلا أنه يبقى حسب السيدة فريدة يوم لصلة الرحم ومسح الذنوب والدعاء بقبول الصيام.